بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أصدقائي، كيف حالكم جميعا؟ وأنا في الصحة جيدة الحمد لله. اسمي فروهدة بنت رضوان، وأتعلم في الصف الثاني. اليوم سأتكلم عن الأدوات الدراسية في المدرسة. أيها الأصدقاء الأحباء، ما هي الأدوات الدراسية في المدرسة؟ الأدوات الدراسية في المدرسة هي: استمعوا إلي جيدا، حكيبة ممحات قلمة، قلم كراسة دفتر وكتاب، حكيبة ممحات قلمة، قلم كراسة دفتر وكتاب. لماذا نحمل الأدوات الدراسية؟ لتكون دراستنا كاملة وسهولة. ولا تستعيروا هذه الأدوات من أصدقائكم، لأنهم مهتلون بأفعالكم. كيف أن نقوم بحماية الأدوات الدراسية؟ أولا، احفظوها في مكان سليم حتى لا تكون غائبة وطائعة. ثانيا، رتبوا الكتب بعد القراءة وضعوها في الرفوف. أيها الأصدقاء الأحباء، أتمنى لكم أن تملكوا الأدوات الدراسية كاملة. الطلاب جيدون مستعدون لدراستنا عقليا وجسميا، كما قال الحكماء: من جد وجد. وحتى أن نلتقي في لقاءاتنا القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.